تحياتي لك زميل عزيز تامر صار من استاد الاسكندريه بيت الرياضه السكندري واجواء وكواليس سموحه وغزل المحله في اولى مباريات الفريقين في الدوري الممتاز هذا الموسم. خليني اقول لك فريق سموحه استعد لهذا اللقاء استعداد جيد جدا، يمكن كان في تدريب اخير بالامس، يمكن الكابتن احمد سامي كان طلب اقامه تدريب على هذا الملعب بالامس، لكن اجراء المسح في نفس توقيت المباراه امبارح لغى فكره اقامه التدريب الاخير على استاد الاسكندريه، وبالفعل الفريق اتدرب في نادي سموحه تدريب اخير. بعد التدريب الكابتن احمد سامي اختار 21 لاعب لهذا اللقاء ودخل معسكر مغلق. يمكن رئيس النادي كان قاعد مع اللعيبه بالامس واتكلم معاهم عن اهميه الانطلاق، اهميه البدايات دايما لفريق سموحه في الدوري الممتاز. خلوك فريق سموحه هذا الموسم متعاقد مع 12 لاعب، موجود منهم سبعه في يعني معسكر هذا اللقاء، موجودين في مع كابتن احمد سامي سبع لاعبين من الجداد، عشان كده الكابتن احمد سامي كان عايز يتدرب تدريب على هذا الملعب ليتعود اللاعبين على اجواء الاستاد وارضيه الاستاد. هنقول لك الفريق النهارده يعني يمكن هيرتدي فريق سموحه هيرتدي الزي الازرق الكامل، هو الزي الاساسي والرئيسي للفريق. على الجانب الاخر بقى هنقول لك اجواء كثيره جدا وكبيره جدا لفريق غزل المحله في اولى مبارياته في الدوري الممتاز اللي بيغيب عنه اهم اوراقه النهارده الكابتن خالد عيد اللي ما جاش مع الفريق الاستاد الاسكندريه لظروف صحيه. يمكن هيقود الفريق النهارده الكابتن طارق غيده المدرب العام اللي اختار 22 لاعب بعد التدريب الاخير باستاد غزل المحله بالامس، وفريق وصل الى الاسكندريه كان في محاضره للكابتن طارق غيده يعني بالتواصل مع الكابتن خالد عيد عن اهميه برضه هذا اللقاء والبدايه دايما للفرق الصاعده خاصه فريق سيراميكا كليوباترا وفريق البنك الاهلي، ووضعوا فريق غزل المحله تحت ضغوط كبيره جدا للظهور النهارده امام فريق غزل المحله. الفريق اتعاقد مع 10 لاعبين، كان غزل المحله كان عنده بعد نظر كان معظم اللاعبين اقل لاعب اتعاقد معاه كان سنتين او ثلاث سنوات. خليني اقول لك ايضا الفريق ادى خمس مباريات وديه قبل هذا اللقاء، فاز على نادي سبورتنج بالاسكندريه 3 أهداف مقابل هدف، وتعادل مع الجيش ودجله ب1-1 لكل فريق في نفس النتيجه، وفاز على مياه الدقهليه 5-0، وفاز على الاهلي الليبي 2-1. الفريق هيرتدي النهارده التيشيرت الاخضر والشورت الابيض والشراب الابيض من هنا من استاد الاسكندريه. دي كانت اجواء وكواليس سموحه وغزل المحله قبل انطلاق اولى مبارياتهم في الدوري الممتاز. عوده ليك زميلي العزيز تامر واستاد مصر.